شكرا كابتن خالد بدرة، واهلا بيك واهلا بالاشقاء التوانسه كلكم في مصر جميعا، تنورونا ان شاء الله. يمكن ندخل بقى في الفنيات لمنتخب تونس. منتخب تونس طبعا زي ما كابتن خالد قال هو متقدم حاليا على منتخب كرواتيا في مباراه وديه. منتخب تونس يمكن بيدربهم ألان جريس. ألان جريس ماسكهم من فتره قريبه جدا، يعني هم من فتره قريبه لعب معاهم بس 3 مباريات، فاز 2 وخسر 1، النهارده المباراه الرابعه يبقى فاز 3. احرز خط هجومه 6 اهداف، معدل احرازه في المباراه الواحده 2، دخلت شباكه هدف وحافظ على نظافه شباكه 2. نبص بقى على تشكيله منتخب تونس ونعرض الاسماء القويه جدا، وهقول لحضراتكم على طريقه اللعب. هو هيلعب بطريقتين لعب قدام المنتخبات الاقويه الثقيله والمنتخبات اللي هي الاخف سنه صغيره. الحارس طبعا فاروق بن مصطفى، ده الاقرب حارس الشباب السعودي، عنده 29 سنه. الاثنين المساكين زي ما اتكلمت مع كابتن خالد بدره هو الاقرب ديلان برون. ديلان برون ده كان بيلعب ظهير ايمن مكان حمدي النجاس في كاس العالم، هو الراجل جه وظفه كمساك ايمن. ياسين مرياح طبعا افضل مدافع في تونس، المساك الايسر. علي معلول طبعا، ياسين مرياح بيلعب في اولمبياكوس اليوناني. علي معلول نجم النادي الاهلي باك شمال. الباك اليمين وجدي كشريده في النجم الساحلي. في احتمال تاني ان هو هتكلم عليه برضو، ان هو ممكن يبدا برامي البدوي كباك يمين. رامي البدوي حاليا بيلعب في السعوديه، كان بيلعب في النجم الساحلي التونسي. يمكن الاثنين الارتكاز لا خلاف عليهم، الياس السخيري وفرجاني ساسي. اكيد عوده فرجاني ساسي سواء اخذ بعض الوقت النهارده او اخذ بعض الوقت في المباريات الجايه، اكيد ان هو لعيب مهم جدا في منتخب تونس. الياس السخيري والياس السخيري نجم مونبلييه الفرنسي طبعا ومعاه جنسيه فرنسيه. فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك. يوسف المساكني واحد من افضل واخطر اللاعبين على المستوى العربي وفي منتخب تونس، افضل لعيب في منتخب تونس رقم 7 يوسف المساكني. انيس البدري رقم 9 نجم الترجي التونسي طبعا. يعني برضو عندنا نعيم السليتي بيلعب في ديجون الفرنسي. المهاجم الوهمي هو وهبي الخارزي. وهبي الخازري بيلعب فين؟ في سانت تيان الفرنسي. اول نقطه هتكلم فيها مع حضراتكم ان دي طريقه اللعب اللي قدامنا 4-2-3-1. لو المدرب حب يلعب بيه مهاجم صريح هيبدا بطه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي مكان مين؟ مكان وهبي الخازري. ولكن الاقرب طبعا وهبي الخازري متالق ومبدع، واحد من نجوم منتخب تونس، فده بيشتغل كمهاجم وهمي. يبدا ان هو يعني وهبي الخازري ده يبدا ينزل يسقط لتحت، يجي من تحته مين؟ يوسف المساكني، انيس البدري، نعيم السليتي. دول الثلاثه اللي بيجوا من تحته، يعني وهبي الخازري ينزل والثلاثه اللي تحته يبدا يتقدموا. طب ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن يلعب بيها؟ زي اللي بادئ بيها النهارده، هو بيلعب النهارده منتخب كرواتيا بيلعب ب 4-3-2-1، بيلعب بثلاثة ارتكاز. مين اللي اقرب الثلاثه الارتكاز؟ هيقوم مستغنى عن مين في الثلاثه اللي تحت راس الحربه؟ اكيد يا الاقرب نعيم السليتي، لان انيس البدري بيعيش افضل فتراته ومسجل لسه حتى هو هدف. يوسف المساكني يعني منتخب تونس ما صدق ان هو رجع، فانت عندك انيس البدري ويوسف المساكني ووهبي الخزري، دول الثلاثه الامامي. الثلاثه الارتكاز فرجاني ساسي والياس سخيري، وممكن يدخل وجدي كشريده كارتكاز ثالث، وعنده برضو جيلان الشعلاني. مباراه تونس انتهت مع كرواتيا 2-1 لتونس منذ قليل. طبعا هم عندهم وجدي كشريده ده ممكن يدخل كارتكاز ثالث، في جيلان الشعلالي نجم الترجي طبعا ممكن يدخل كارتكاز ثالث. يعني انت لو منتخب تونس بيلعب منتخب قوي زي منتخب السنغال، منتخب مثلا مصر، منتخب المغرب، هتلاقيه بيلعب بثلاثه ارتكاز، هيحط مثلا فرجاني ساسي، الياس سخيري، جيلان الشعلالي. دول اتوقع الاقرب، فرجاني ساسي وجيلان الشعلالي، وبيبقى راسهم او ظهر المثلث الياس سخيري، والثلاثه اللي قدام يوسف المساكني وانيس البدري ووهبي الخزري. ده الاقرب لو هيلاعب منتخب اقوى منه. طب لو هيلاعب منتخب اقل منه هيلعب بيه 4-2-3-1، اقل منه على المستوى الفني هيلعب بيه 4-2-3-1، يبدا يكتفي باثنين ارتكاز ويدخل نعيم السليتي تحت الفراوده. طب حب يلعب بمهاجم صريح مش هيبدا بوهاب الخزري، يقوم مدخل مين؟ طه ياسين الخنيسي. برده علي معلول، علي معلول مين بديله؟ اسامه الحدادي، ده برده من ضمن البدلاء. فاروق بن مصطفى حارس منتخب تونس مين بديله؟ المعز حسن. احنا كده اتكلمنا على منتخب تونس طريقه اللعب 4-2-3-1 او 4-3-2-1، اتكلمنا على البدلاء اللي ممكن لو ما بداش بمهاجم وهمي يبدا بمهاجم صريح. مين المهاجم الصريح؟ اللي هو طه ياسين الخنيسي. قلنا لو هو بيلعب فريق اقوى منه شويه هيلعب ب 4-2-3-1، لو هيلعب بفريق او منتخب اقل منه هيلعب ب 4-2-3-1، لو اقوى منه 4-3-2-1. نبص على ابرز لاعبي منتخب تونس. يمكن احنا كنا عاملين سؤال على الصفحه، كم هدف